عقدت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020. وقررت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن. وكانت المحكمة الدستورية قررت بتاريخ 8 مارس الجاري حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من الشهر نفسه. بمراجعة الأسباب التي استندت عليها المحكمة الدستورية للقول بإبطال مرسوم الحل، يتضح لنا أن المحكمة الدستورية انطلقت من فكرة أن ملائمة سبب الحل قد أثرت بشكل مباشر على حقيقة وجوده. وبما أن المحكمة تراقب فقط وجود سبب الحل وعدم تكرار هذا السبب، لذا حكمت المحكمة بإبطال مرسوم الحل لعدم وجود السبب. وفيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال العملية الانتخابية وإبطال مرسوم حل مجلس 2020، فإنه يترتب على ذلك عودة مجلس 2020 واعتبار الحل كأن لم يكن، ويعتبر دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 16 مستمرا وقائما ولا يمكن فضه إلا بعد اعتماد الميزانية. وفيما يتعلق بمدة مجلس 2020، فإنه بحسب الأصل ووفقا لنص المادة 83 من الدستور، فإن مدة عمل المجلس هي 4 سنوات ميلادية من أول اجتماع له. ولكن بما أن هناك فترة انقطاع لهذا المجلس بصدور مرسوم حله، فالأحوط أن يتم اللجوء للمحكمة الدستورية بطلب تفسير لتحديد نهاية 4 سنوات. هذا وتظل القوانين والأعمال الصادرة عن مجلس 2022 صحيحة بحسب الأصل وسارية إلى أن يتم إلغاؤها أو يحكم بعدم دستوريتها.